مستني فوق المكتب. انا جاي اسمعك الكلمتين اللي هتقف تقولهم قدام الطابور، فهمت؟ ايوه طبعا فهمت. ركز معايا عشان تحفظهم كويس. حاضر. هات ودنك. انت هتنيمني تنون تغطاطيسي ولا ايه؟ تغطاطيسي؟ اه التنويم اسمه تغطاطيسي. تنون تغطاطيسي انت تقول تعالى بتعمل لي كده. بقول لك هات ودنك عشان ما حدش يسمعنا. حاضر. هات ودنك. دكتور انا لازم اشوفك. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش، بليز من فضلك. محتاجه اقعد اتكلم معاكي. خلاص اوكي، اول مره ينزل انا هكون عندك. باي. انا هضرب نفسي. لا خلاص بضرب نفسي. خلاص ونام. اليوم اللي شفتك فيه بضرب نفسي. خلاص طب لا عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجه ولا عاوز تفهم. انت ايه؟ خلاص انا لب. انا رجعت. لا فاهم. لا انا بتعمل ايه؟ لا انا بعدلك عشان الزبلايه تبقى تمام. اسمه الزبلايه. الزبلايه ده. اسكت. حاضر اسكت. حاضر. طيب وكان بيكلمني في ايه؟ ان شاء الله. دخلت توزع اللبن. ايه اللي بتقوله ده؟ فتحت الساعه كام النهارده؟ هي ورشه خراطه. ايه مش عارف اقول ايه. حد سال عليا في السجن. مين هيسال عليك انت؟ طب اقول ايه؟ انا مش عارف اقول يعني ايه. مش عارف تقول ايه؟ انا مش حفظتك كل حاجه وفهمتك. مش من المرتبك. وايه المشي اللي انت ماشيها دي؟ انا الكلاب كانت على طابورني من الرجل وانا جاي. بنخطفوا كيس السندوتشات مني. ومين ده كلاب فظيع؟ ده حد يفهمهم ان انا مدير السجن يعني. حاضر. هم مش بوليسي ولا هم خرمنت؟ هم خرمنت؟ يعني متلخبطين كده خرمنت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوليسي. طب والعيال دول عملوا ايه؟ حاولوا يهربوا وفشلوا يا فندم. طب وانت بتعذبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشلوا؟ عشان حاولوا يهربوا يا فندم. طب والزنازين اترشت قدامها ولا ايه؟ رشوا ايه؟ وبخرنا كمان يا فندم. عشان النفس طبعا. النفس؟ ما انت اللي مش عارف تفهم اي حاجه من ايه؟ الشكيت تحت. تمام يا فندم. الضيف وصل. طب روح انت. خلوهم يتفضلوا هنا. روح انت. اتفضلوا فين؟ وانت ينفع تسيبهم كده؟ هم مين دول؟ مش جايب اهلك يفرجوا على السجن برضه؟ حتشل. لا حتشل. طب انا عامل ايه لما انت تتشل؟ حد بيجيب اهله يفسحهم في سجن؟ يعني يمكن تغيير ولا حاجه. مش هنس سعادتك يا باشا. اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل. عارف يا سعادتك ده غير حضرتك ان هو واسع الاطلاع وعلى درايه بامور كتيره ودارس علم نفس. هو رياض باشا زي رياض باشا حضرتك لو تعرفي. ايه امشي انا ولا حاجه؟ لا يا فندم اتفضل سيادتك. لا اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل خلصنا. ورياض باشا يعني من الاخر اول ما تشوفوه هتحبوه على طول. انت حثاله المجتمع وطفله الحشره. حمار. اوعى تتفكروا ان الحادثه اثرت على دماغي. بالعكس ابسولوتلي انا اللي اثرت على الحادثه. حتى عملت دماغ ودماغ جامدة كمان. يعني انا بحب دماغين. يعني بالمختصر المزيد تتلزم بالقوانين تبقى صاحبه وحبيبه وكفاءة. تغلط يا ريت عشان امسكك اعصرك انزل منك اطفال احداث. انتوا متعرفوش مين هو رياض البنطلوني. رياض البنطلوني يعني اصغر مدير سجن حصل في تاريخ البني ادمين. رياض البنطلوني اللي شايل قلبه وحاطط مكانه علبة بولاك اسود عليك وعلى دماغك اللي جابوك لف رياض الطهور. لفة تانية. انت ابني شربته من فترة قبل كده من ست شهور. ايوه. انت جاي في ايه؟ عربية خضار. وانت؟ في عربية خضار. برضو انت بتشم خضار يا الطهور عسول. تعال خد الاتنين دول رحلهم على زنزانة سوق العبور. يلا. انت بقى معلمين. خلاص زمن خلاص انساها. ما حدش فاهم حاجه. تسع ساعات ده الطابور. انا هرعبكم. انا اللجنه اتنصبت يا فندم. لجنه ايه؟
اللجنه يا فندم. لجنه ايه؟ احنا ما اتفقناش على اللجنه. يا فندم لجنه حقوق الانسان. لجنه حقوق الانسان ايه؟ انا ما اعرفش ايه ده. يا فندم لجنه حقوق الانسان اللي جايه تناقش اوضاع المساجين. اللي جايه تناقش اوضاع اللي جايه فين؟ اتفضل يا فندم. دكتور بيتر انثروبولوجي. اوكي. دكتور رؤوف سيكولوجي. بركي. Io vorrei dire due parole. Voglio dire che siamo molto molto contenti di quel bel carcere, di quella bellissima visita che l'abbiamo fatto qua. Come avete fatto quel mettere a posto questa tutta gente, dottoressa Bea Sociology? A tutto corto todro kavoga. Dottor Ahmed Hassouna. طاح يا مصر يا عم. نجاح اي مجتمع يتوقف بالدرجه الاولى على عده مقومات، اهمها السلوك الانساني في التنظيم ودوافعه. وهنا يجب ان يتواءم سلوك الفرد مع سلوك المجتمع. ولكن اذا لم يحدث هذا التناغم الذي يصب في بوتقه الحريه، ايه بوتقه الحريه يرجع لاحد الامرين، حاجه زي الاولى كده مش هتحس انها علبه بدر بتاع لجنه لحقوق الانسان. حري بنا حريم. شوف الناس اللي جنبنا دي تبقى مراته. سلام. قال لك حريم بنا. حريم بنا يعني اللي جنبنا ده. خارجين على سلوك هذا المجتمع يجب ان يستنشقوا هواء نقيا. ولكم يسعدنا ان نستمع الى تعقيب من الجنرال مانجر رياض المنفلوطي، فليتفضل. انت بقول لك مازنجر اللي يطلع مش مازنجر. انت الجنرال مانجر. انا اللي اطلع انا. شغال مبيت حشري. ده انا فيه ده. ده ما هو ذاك الكوتة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بحب اشكر الاستاذ البني ادم اللي كنت بتكلم من شويه. وأقول له إن أنا يعني هعكم على نقطتين. أول واحدة التشرد الأطفالي. بالنسبة لتشرد الأطفال، أحب أقول إن تشرد الأطفال ده مش موجود هنا بس، بالعكس أبسولوتلي التشرد ده موجود على مستوى العالم كله. فعتبة ندان عابدين التيزا للسيد مسؤول لجنة حموم الإنسان إن النهارده الجنيه غلب الكرنيه، ودي امر واقع النهارده. فلازم نكون ذات نظره مبعديه شويه يعني، كنت صاحبتها، وان احنا نبدا نفكر يعني ايه هو نضيف اللي سعادتهم بيقول عليه. هو نضيف يعني صعب، لان احنا عندنا النهارده الولد الصغير بالنسبه للتشرد الاطفالي، الولد الصغير بيبقى ماسك كيس البلاستيك وتحت كوبري الملك الصالح وعمال حاطه على بقه وعمال يشم في كله، يفضل يشد لحد ما وشه بقى عامل زي فرده الكوشت، وروح الباب بالليل يشم في رجلين اخواته، فعايق منين اللي هو نظيف. فيعني شوفوا لهم حل، ابنوا لهم بيوت، اعملوا لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه. وانا من هذا المبنى احب اوجه كلام للسيد المسؤوم رئيس لجنه حقوق الانسان ان 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 لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه. يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احيانا المريض بعد المعده من العمليات سلوكه بيتغير، يعني ممكن يبقى نقيض. توقع منه اي حاجه عكس اللي كان بيعملها قبل كده ده طبيعي جدا. اتس امبوسيبل. انت بتتكلمي معاه كده؟ طب اللي انا هقوله لك ده ملوش علاقه بالطب، اعتبريه كلام ستين في ساونا. ده جوزك، يعني مفيش حرج من اي نوع. اللي فيه جلابية حمراء بتلمع، منديل بترتر، حاجه كده احمر في فوشيا. ازاي؟ عارفه؟ انت لو خدتيه وغيرته جوه في اي حته اكيد هتلاقوا مع بعض صيغه احلى. حاولي. اسمع يا حياه قلبي. عملوا نوتين كاسه مع بعض كلها مؤسويات، لازم يموتوا لاخر المسلسل.
هو عنيف رصيف لنا خمسة ده لدنا عند العزيز دي. ما ليش لا استنى لا لا شاكيناز؟ ايوه انا السجاده انت بقى تجيبيها ولا قفص قرص ولا ايه؟ يعني ايه دي؟ بنتنا شاكيناز. بنتنا والله العظيم. انت نسيت ان احنا مخلفين؟ لا والله انا كنت بهزر بس والله انا عارف يعني. ارجوك اعملها كويس عشان خاطري بليز. حبيب بابا حبيب بابا اللي كانت وانا مظلمه الدنيا حبيب بابا حبيب بابا لا انا برضو قلت يعني انت بيضة وانا بيضة ازاي نخلف صباع العجوة يا سلام الدنيا يا سلام الدنيا يا سلام الدنيا يا سلام يا سلام سلمي على دادي. مامي يا امال صوته اتغير كده ليه؟ معلش سلمي على دادي. انا مبسوطة قوي ان حضرتك خفيت بونس. الكروتة دي ادم انت هلا يا شافة بوتاجاز يا بوتاجاز اسمها ايه؟ البنت حلقت لي زي ما اكون في حيوان سلابندر قاعد على الارض. انت معودها على كده. انا معودها على كده؟ ايوه. طب اعمل ايه؟ اطلع لها عشان خاطري بليز. اطلعها على طول بليز. قلت لي اسمها ايه؟ شاكي. الاسم اللي عايزه تتلوج دي يا شاكر. بس بقى ستة وبعدين عمو التنين خد عقد المغارة بتاعت ابوه وراح طرده منها وجوز ولاده التنانين بقى شاطر لمبي رمى في الغوبة. صحى الصبح بقى بعدها كان يوم كده ساعتين يعني بعدها يعني صحي فلقى نفسه ابن آدم تاني مش فاهم أي حاجة. دي تفتكر ده يبقى إيه؟ يبقى حمار حضرتك. ده مين ده؟ هو أبو حمار. ذكية بنت الدولة. افتح الزنزانة واصرف انت. مبروك دي تقولها لي على الموبايل اما ابقى بره مصر. والله بقى الحكايه دي حلها في ايدك انت. اصل في مشكله صغيره تتوقف عليك. خير في ايه؟ رياض باشا ماله انت مش قلت خلاص بقى معانا؟ من ناحيه خلاص هو خلاص بس طالب اتنين. اتنين؟ اتنين مليون بس ده كتير قوي. انا برضو قلت له كتير. قال لي هو هيدفع حاجه من جيبه ما كله من فلوس البنوك.
ايوه بس دي ما فيهاش بس. النهارده رياض باشا معانا، بس ممكن يتغير في اي لحظه. ده احنا مصدقنا اقنعناه، وبعدين عصفور في رياض احسن من مليار وانت في السجن.